ازيك يا حبيبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله عليك يا أم، بقيت واقف على رجلك. إرادة ربنا يا صبر، ربك بقى لما يريد. الله أكبر. هبة يا أم، هبة نعمل فيها إيه؟ هبة أختك يا صبر، اوعى تسيبها يا حبيبي، خليك جنبها. لو بتحبني بجد يا صابر خليك جنب اختك، خليك جنبها يا حبيبي، خليك جنب اختك. قوم. انت عارف انت هنا ليه؟ انا حاولت اعمل حاجه صح. انت ما تفكرش، التفكير ده مش بتاعك انت، عليك تنفذ الاوامر وبس. انتوا عايزين تخلصوا من صابر وانا؟ انت اللي عايز تخلص منه. احنا لو عايزين نخلص من صابر كان زمان ومات من زمان. تصرفاتك واللي انت بتعمله معاه هيقوي صابر علينا اكتر ويخليه ضدنا، مع انه بمنتهى السهوله كان ممكن يبقى معانا وفي صفنا. صابر عمره ما هيرجع يبقى في صفكم تاني. انت خايف لا ياخد مكانك. ما يقدرش، مفيش حد يقدر يعمل اللي انا عملته عشانكم. عارف ايه اكتر حاجه بتعجبني فيك؟ حبك الزياده لنفسك، بتفكرني بابويا مع انك عمرك ما هتبقى زيه. طول عمري خادم ليكم. وعشان تفضل تحت الخدمه لازم تتعاقب. عاملة يا هبة؟ صابر سامعك، قلت ايه في التحقيق؟ هي امي، امي ماتت بايدك. لا يا صابر مش انا، ما اقدرش، ده انا اموت قبلها لو فكرت في كده. مش انا يا صابر، مش انا. عارف، عارف وفاهم كل اللي بتقوليه، بس قولي لي اي حاجه، في حد كلمك في حاجه تخصنا؟ كانتش هي. ما كانتش هي ازاي؟ كانتش هي المقصود. امال مين؟ مين المقصود؟